المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملفات هذه الليلة. تواصل فرنسي إيراني تركي قطري ومبادرة فرنسية جديدة بشأن الأزمة السورية وإردوغان في طهران بعد أيام. إحكام الطوق على داعش في ريفي حما وحمص وإدلب في مركز الاهتمام الإقليمي وسط سباق على حسم مصيرها. التوتر الروسي والأمريكي يتصاعد، موسكو تتهم الكونغرس بتشجيع إغلاق قنصليتها، ردود فعل أم تعبير عن عمق الخلاف؟ يقول وزير الخارجية الفرنسي أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون الحل في سوريا مستعيدا موقف بلاده التقليدي في تناقض يعكس إرباكا فرنسيا وتخبطا أوروبيا. الأسد يرفض حتى الآن منحهم امتيازات مسبقة، فيلجؤون إلى الضغط عليه للقبول بدور فرنسي بعدما بات بقاؤه أمرا خارج التداول. بالتوازي تواصل القوات السورية تقدمها في البادية وتقترب من دير الزور وتحكم الطوق على داعش في ريفي حما وحمص، بينما يطرح الرئيس الفرنسي مبادرة جديدة بشأن الأزمة السورية. وتتواصل بلاده مع إيران وتركيا بالتزامن مع تواصل إيراني تركي قطري يشي بتوافق ما. قد تكون إدلب مركزه قبل أيام من زيارة الرئيس التركي إلى طهران. ونناقش في مسائية الليلة أيضا توتر العلاقات الروسية الأمريكية بعد إقفال واشنطن ممثليات الروسية ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أمريكيين. فكيف سترد موسكو؟ وهل ردود الفعل محسوبة أم هي تعبير عن أزمة حقيقية وتوتر شامل بين البلدين؟ قبل أن نفتح ملفات المسائية نتوقف مع موجز للأخبار. أهلا بكم. أفاد الإعلام الحربي بأنه يجري العمل حاليا على إطلاق سراح ياسير المقاومة مقابل عبور قافلة إرهابيي داعش باتجاه وجهتها الأخيرة في محيط دير زور. وكانت المقاومة قد تسلمت جثماني الشهيدين رامي بسام الأسعد وربيع عفيف عليق في إطار شروط المقاومة مع داعش. أقر التحالف الدولي بسقوط 61 قتيلا مدنيا جديدا في الضربات الجوية على سوريا والعراق، وبذلك يصبح إجمالي عدد ضحايا المدنيين جراء ضربات التحالف خلال فترة آب أغسطس من العام 2014 حتى حزيران يونيو من العام الحالي قد وصل إلى 685 شخصا. يتواصل توافد حجاج بيت الله الحرام إلى منى للمبيت فيها في أول أيام التشريق بعدما رموا اليوم الجمرة الكبرى وتموا طواف الإفاضة والسعي في البيت الحرام. أكد مصدر عسكري يمني للميادين تدمير 3 آليات عسكرية لقوات هادي بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في مديرية عسيلان غربية محافظة شبوة شرق اليمن. وأضاف المصدر ذاته أن الجيش واللجان قصفوا معسكر رجلاء وقيادة مركز إسقام ومواقع الهجلة والمخروق والسديس بنجران السعودية، لافتا إلى مقتل 5 عناصر من قوات هادي في موقعي المجازة والثعبان الحدوديين بعسير السعودية. وأفادت وزارة الدفاع بسقوط قتلى وجرحى في صفوف التحالف السعودي جراء قصف استهدفهم في مديرية صرواح. ختام الموجز، عودة لمتابعة المسائية مع الزميل كمال خلف. إليك كمال. علا شكرا جزيلا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أن بلاده قدمت مبادرة لتشكيل مجموعة اتصال مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية. ماكرو وبعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في باريس قال أن الهدف هو الوصول إلى انتقال سياسي في سوريا وإزالة كل أشكال الإرهاب. الرئيس الفرنسي لفت إلى أن لبنان يبقى أول من يتلقى المساعدات جراء الأزمة السورية، وأن باريس ستنظم مطلع العام المقبل مؤتمرا لعودة النازحين إلى ديارهم. في ظل التقدم الميداني لسوريا وحلفائها، موجة التغيير تشمل خط العلاقات بين كل من فرنسا وتركيا وإيران. فهل تكون الجولة السادسة في أستانا هي الحاسمة والنهائية قبل جنيف؟ هذه قراءة لغراسيا بطار. تدريجيا يبرز موقف فرنسي متقدم حيال المنطقة. كلما تقدمت فرنسا في مواقفها كلما ابتعدت عن أمريكا دونالد ترامب،
في الواقع كان الرئيس الفرنسي الشاب صريحا خلال قمة الناتو في بروكسل في أيار مايو الماضي حين قال إن التوجه بسياسات منفصلة عن الولايات المتحدة أصبح أمرا مطلوبا، وها هي مواقفه تنطلق من هذه القاعدة فتصبح أكثر وضوحا. لا يجد حرجا في القول إن باريس أغلقت سفارتها في دمشق منذ 5 أعوام، لكن ذلك لم يأتي بنتيجة. وأمام رئيس الحكومة اللبناني يجدد موقفه بالعمل على تشكيل مجموعة اتصال لاستمرار العمل حول سوريا والعراق وسعيه لإعداد مبادرة ملموسة بشأن سوريا قريباً. المواقف الفرنسية تشكل بارقة أمل لتركيا التي لا تزال تعيش صدمة الحلفاء وتبحث عن أي دور مساند لها. صحيح أن تأثير فرنسا وأخواتها محدود إقليميا، لكنها قد تنجح في تفعيل هذا الدور إذا ما سارت فيما يحكى عن مشروع ماكروني قائم على بناء تكتلات اقتصادية وأمنية إقليمية وبالتالي سياسية تشد أواصر العلاقة بين أوروبا ودول المتوسط، وهذا تحديدا ما يخدم تركيا على الأقل حاليا، ليبرز هنا الدور الإيراني والتقارب الحاصل بين طهران وأنقرة، تقارب أدى إليه تقارب المصالح صحيح، ولسيما الهاجس الكردي المشترك، ولكن تقدم القوات السورية وحلفائها في الميدان كان له الكلمة الفصل، ولا بد لزيارة أردوغان المرتقبة إلى طهران أن توضح الصورة أكثر. وعشية أستانا ها هي أنقرة تساوم على ورقة النصرة وأخواتها لإنجاح اجتماع يضع إدلب على رأس لائحة نقاط النقاش فيه، وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو تكون أستانا قد أدت قصتها إلى العلا باكتمال مناطق خفض التصعيد بانضمام إدلب فتسلم دفة الحل إلى جنيف. سنناقش هذا الملف معي من دمشق الخبير الاستراتيجي دكتور سليم حربة، ومن باريس الخبير في المعهد الدولي للدراسات الجيوبوليتيك دكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار أبو دياب، الموقف الفرنسي بين ما قاله ماكرو وقبل أيام وصدم به المعارضة السورية حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، حول ما قاله وزير خارجيته هذا اليوم والذي فيه نوعا ما التزام باريس بتعهداتها للمعارضة فيما يتعلق بالرئيس الأسد، بتقديرك ما هو الموقف الفرنسي الحقيقي حيال هذه المسألة؟ تحياتي لك وللفريق العامل، للضيف الكريم، عيد مبارك على الجميع ولكل من يشاهدنا. أظن بأن هناك حصل ربما عدم وضوح في كيفية فهم أو إيصال الموقف الفرنسي، ربما نظرا للخبرة السياسية المحدودة لدى الرئيس الجديد في السياسة الخارجية. في النهاية هو منذ البداية أراد أن يقول ما قاله هولندا في 2014 بعد وصول ما يسمى تنظيم الدولة. أعلن هولندا أن الأولوية أصبحت لمسألة محاربة الإرهاب وليس لرحيل الأسد، لكن كان هولندا يتميز بقوله أن الأسد وداعش وجهان لعملة واحدة. أتى ماكرون وقام بمنعطف وقال فيه أن التركيز كله يجب أن يكون على إعادة السلم للعراق وسوريا وعلى محاربة الإرهاب، وأيضا أن رحيل الأسد ليس شرطا لبدء المرحلة الانتقالية، وكان في ذلك تناغم مع موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد المقابلة الشهيرة في قصر فرساي. أما لماذا تكلم اليوم السيد لودريون الذي كان وزير الدفاع سابقا عن هذا الموضوع؟ هو لم يسحب أقوال ماكرون بخصوص رحيل الأسد أو عدم رحيله، هو قال رأيه في المرحلة الانتقالية بعد بدئها. تبدأ المرحلة بالطبع مع الأسد، ولكن رأيه هو ألا يكون هناك مشاركة للأسد في دكتور الانتخابات. خطار، نعم، هل ترجح أن تكون فرنسا تجس نبض أو هي نوع من الاختبارات التي تجريها فرنسا؟ والبعض اليوم في وجهة نظر تقول بأن الفرنسيين توقعوا أن يأخذوا دورا بعد تصريحات ماكرو، لكن هذا لم يحصل، لذلك فرنسا تناور في هذا الأمر. هل بتقديرك فعلا هناك نوع من المناورة، تبادل الأدوار أو الاختبارات ربما تجريها فرنسا عبر هذه المواقف؟
يعني ربما كانت تنتظر فرنسا استراتيجية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، لم تتبلور هذه الاستراتيجية. حتى الآن الملف السوري بيد البنتاغون، والأولوية الوحيدة محاربة تنظيم الدولة ليس أكثر، وليس هناك من وضوح على المدى المتوسط ماذا تريد واشنطن في الملف السوري. ومن ناحية أخرى، بعد الانفتاح الفرنسي على موسكو، بالطبع لم يحصل من موسكو ما تعتبره باريس ضرورة من أجل إطلاق حل واقعي. بالنسبة لباريس، المسألة الآن ليست في العناد السياسي كما كان من قبل أو في الإيديولوجيا. المسألة أنه بعد تجربة العراق المريرة، حيث أعلن بوش الابن عن النصر في مايو أيار 2003، ونحن اليوم في سبتمبر 2017 والعراق مشتعل، باريس تقول أوساطها أنها لا تريد تكرار هذه التجربة، وتفكر أن إشراك كل المكونات السورية في وضع عادل. الكلام هو عن شخص الرئيس الأسد وليس عن النظام أو عن الدولة السورية. هذا هو الفارق بين مواقف اليوم ومواقف الأمس. وأظن أن فرنسا، نعم، ربما كما غيرها من الدول الأوروبية، تحاول العودة إلى الساحة السورية، تنتظر أيضا من روسيا ومن غير روسيا، ربما هذا الكلام لإيران وغير إيران، تنتظر نوعا من المرونة من أجل تسهيل الحل السياسي في سوريا. طيب دكتور سليم حربة، في الوقت الذي تصدر فيه إشارات من عواصم غربية ومنها فرنسا على وجه التحديد موقف ماكرو وسياسات ماكرو أيضا فيما يتعلق بالملف السوري، في المقابل من دمشق لا تكون هناك ملاقاة لهذه المواقف كما يصف البعض، والرئيس السوري بشار الأسد كان قد هاجم الغرب في خطابه الأخير رغم وجود إشارات تصدر عن بعض العواصم كما ذكرت للتقارب أو للمرونة تجاه دمشق، بتقديرك ما الذي يحكم هذه المواقف، أو لماذا لا يتم ملاقاة مثل هذه المواقف مثل موقف ماكرو على سبيل المثال؟ بداية، مساء الخير، كل عام وأنتم بخير أستاذ كمال، لكم ولأسرة الميادين ولمشاهديكم الأكارم وضيفكم الكريم أيضا. الله. يعني أستاذ كمال، دعني أقول ربما لا ينقصنا مبادرات لا من مكرون ولا من غير مكرون. المهم التعامل بواقعية، والتعامل بواقعية يقتضي أفعال وليس أقوال. وأول هذه الأفعال التقييم الموضوعي لمخاطر الإرهاب والتنسيق مع الحكومة السورية في مواجهة هذا الإرهاب. هذا أنا أعتقد أنه الصراط الذي ربما يجمع كل من يقول أو تتوفر لديه إرادة مكافحة الإرهاب والحل السياسي. هذه كلمة السر أنا أعتقد لكل المبادرات. هذا أولا. ثانيا، أنا أعتقد أن تصريح ماكرون يعني لا يزيد شرعية السيد الرئيس بشار الأسد، لكن حقيقة يعطيه مصداقية، ربما يعطي ماكرون مصداقية وربما يعني قدرة على التعامل بواقعية. وأعتقد أن ما يسلكه الآن من محاولات التقرب، وأعتقد أن هذا التصريح ربما لإيران وروسيا أكثر مما هو لسوريا حقيقة، ربما يتلمس وساطة روسية أو إيرانية للدخول بالملف السوري من موقع سياسي أو من موقع مكافحة الإرهاب، أو ربما رؤية متقدمة، نتمنى أن تكون متقدمة لمكافحة الإرهاب. نعم. لكن الحقيقة يعني شبعنا أقوال، نحن نريد أفعال، نريد يعني مواقف صادقة يعني تترجم إلى أفعال. لذلك هناك العشرات من المبادرات الغربية وإلى ما هنالك، لأنها لم تتعامل بواقعية مع الملف السوري سقطت كلها. طيب، وصلت هذه وصلت الواقعية. نعم، وصلت الإجابة دكتور سليم، لكن اسمح لي أفتح معك أيضا جانب آخر في المشهد المستجد حاليا، ما يتعلق بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى طهران. هنا هناك تقديرات أو شعور، دعني أقول، أو مؤشرات على أن ثمة ما هو جديد في العلاقة بين البلدين يتعلق بملفات مرتبطة بشكل عضوي في الميدان السوري. هذا الكلام صحيح أو غير صحيح بتقديرك؟ يعني قد يكون هذا الأمر الذي يدفع أردوغان لزيارة طهران هو جملة أسباب. السبب الأول أن أردوغان دخل في نفق
ويحتاج إلى معجزة فعلا لإنقاذه على المستوى السياسي هو ونظامه. وآخر ربما يعني هذه التجليات التي حصلت هو رعايته لجبهة النصرة بالسيطرة على إدلب. وكل من يقول أن ما حصل في إدلب من هيمنة جبهة النصرة على إدلب خارج المعرفة وضوء الأخضر التركي أعتقد أنه أعمى على المستوى السياسي. كل نقاط القوة التي تتمتع بها جبهة النصرة من دعم مادي ولوجستي وعسكري وكل ذلك أنا أعتقد أنه ما زال إلى هذه اللحظة يأتي من تركيا. هذا أولا. الأمر الثاني، على ما يبدو يعني نظام أردوغان حاول أكثر من مرة إفشال ونسف مسار أستانا، ولا أستبعد الآن أيضا أن تكون هناك محاولة. لماذا؟ لأن أردوغان يعني الواضح أنه لا يملك بالملف السوري الآن إلا محاولة الاستثمار بجبهة النصرة وفق المنهج التالي: أولا الاستفادة من القوة العسكرية لجبهة النصرة، ثانيا الاستفادة من التوجه الإيديولوجي الإخوانجي لما يسمى أحرار الشام، ثالثا محاولة إعادة تدوير النفايات وما يسمى المصطلحات التي انقرضت بما يسمى الحكومة المؤقتة أو غير ذلك. وربما يعني يلقي بظلاله أيضا ما لجأت إليه جبهة النصرة أو ما يسمى هيئة تحرير الشام من محاولات بين قوسين ما تدعيه أنه تضحي بتغيير الرأي إلى الانتداب وشيء من هذا القبيل. لذلك أنا أعتقد تركيا أن زيارته مهتمة بوضع مصير إدلب. بوضع مصير إدلب. ماذا تريد؟ ماذا تريد تركيا إقناع طهران به فيما يتعلق بالوضع القادم لمدينة إدلب؟ ليس المهم أن تقنع طهران، المهم أن تقتنع الحكومة السورية. ويعني أنا أعتقد أن طهران لا تتباين كثيرا ولا وحتى لا قليلا عن التقييم الموضوعي لمخاطر الإرهاب عموما وتحديدا جبهة النصرة في إدلب. أنا أعتقد أن مساعي أردوغان الآن تصب في محاولة إعادة تدوير وتشكيل جبهة النصرة لقبولها على أنها معارضة معتدلة. وأعتقد أن الملف الأساسي الذي يحمله أردوغان إلى طهران هذا الأمر. ربما أيضا تتشابك المصالح أيضا على المستوى التركي والإيراني وأيضا السوري والعراقي حول مسألة الأكراد، وربما المزاعم التي تتوهم تركيا أن هناك مخاطر لقيام أكراد، وأيضا مخاوف تركيا، وربما هذا الأمر يدفع تركيا إلى مقامرات أيضا للهجوم على اتجاه عفرين أو شيء من هذا القبيل. تلتقي هنا في هذه النقطة دكتور سليم، قبل أن أنتقل للدكتور خطاب، في هذه النقطة تلتقي مصالح طهران دمشق أنقرة في موضوع الكورد. يعني شوف أستاذ كمال، يعني أنا أرى من وجهة نظري الآن تركيا مضطرة، بالمناسبة تركيا مضطرة لتغيير مواقفها ومواقعها. فهل يستطيع أردوغان أن يحدث هذه الانعطاف؟ لماذا؟ لأن جبهة النصرة لا يستطيع، لا أردوغان ولا غير أردوغان، إعادة تدويرها، وهي إرهاب موصوف أولا وتتواصل مع داعش الآن وخاصة في منطقة العقيربات. المسألة الثانية والمهمة، إذا صدقت نوايا أردوغان وراعى المصالح الاستراتيجية للشعب التركي، أنا أعتقد أنه سيشكل انعطافة كبيرة جدا. طيب دكتور سليم، في المصالح المشتركة أولها مكافحة ومواجهة الإرهاب الذي يتهدد تركيا لاحقا كما يتهدد سوريا. نعم. والعراق. يعني كل الملفات طيب الآن تدعو إلى تقاطع. وبالمناسبة بكلمة أستاذ كمال، بالمناسبة دائما شأن الحروب العالمية، يعني أحيانا في دول تدخل في الحروب بحلف وتخرج بحلف آخر. وأعتقد أن هذا الأمر ربما إذا صدقت النوايا التركية ومراعاة المصالح الاستراتيجية لتركيا، أعتقد أن هذا الأمر سيتم. طيب يعني في نقطتين مهمتين، واحدة سأنقلها للدكتور خطر أبو دياب، لكن فيما يتعلق بعقيربات وقلت أنه في تعاون بين نصرة وداعش في هذه المنطقة. نعم. سنفصل فيها في الجزء الثاني من المسائية في هذا الملف. دكتور خطار أبو دياب، واضح أن هناك تلاقي مصالح، وواضح أن هناك انزعاج من أطراف متباينة من الولايات المتحدة. يعني روسيا بعد تدهور العلاقات الآن الحالي مع الولايات المتحدة وطرد الدبلوماسيين وغيره، والأتراك في قضية الكرد ودعم الولايات المتحدة للكرد، قطر في قضية الأزمة الخليجية بينها وبين السعودية، سوريا إلى آخره، وإيران في موضوع النووي. بمعنى أن هناك أطراف متباينة ولكن كلها تبدو منزعجة من السياسات الأمريكية. هل تعتقد أن هذا سوف يغير في المشهد من شيء وكيف؟ نعم، هناك متغيرات كثيرة في الإقليم
تمس لعبة الأمم أو اللعبة الدولية الإقليمية السائرة في سوريا. أولا بالنسبة للجانب التركي، الجانب التركي الذي هو ضمن حلف شمال الأطلسي يتضح له أن الولايات المتحدة الأمريكية حسب وجهة نظره لا تهتم بأمنه القومي، وأن هذا التعاون مع الكرد كحلفاء موثوقين فيما يسمى الحرب ضد الإرهاب يقلق أنقرة. وعندما حاولت أنقرة التقدم نحو بنبج وجهت من قبل موسكو وواشنطن في وقت واحد، وأيضا بالنسبة لعفرين. إذن يحاول السيد أردوغان إيجاد مخارج، حاول مع روسيا لم يفلح كثيرا، الآن يحاول مع إيران في تركيب قاسم مشترك بشكل خاص حول المسألة الكردية. ربما يفكر في مسألة مصير إدلب، وربما إدلب التي يحاول البعض تحويلها إلى تورا بورا في المشرق هي نقطة أيضا لتجاذبات خفية. الأهم والأخطر انعكاس سلبيات العلاقة الروسية الأمريكية على الوضع السوري، إذ أن هذا التوتر لا ينتج عنه تفاهمات أو تعزيز تفاهمات كما يحصل في المنطقة الجنوبية. نلاحظ أيضا التحركات الإسرائيلية إن باتجاه واشنطن أو باتجاه موسكو، كل هذا يشي مسألة التقاطعات التي ترعاها روسيا بين إسرائيل وإيران من جهة، ومسألة تركيا والأكراد من جهة أخرى. كل هذا يعطي الانطباع بضعف موقف الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم قدرتها على لعب أدوار مؤثرة. وكل هذا أيضا ينعكس سلبيات، لأنه في النهاية ليس هناك من مسارات يمكن أن نجد فيها حد أدنى من وفاق إقليمي ودولي حقيقي حيال الملف السوري. نعم، تبقى معي دكتور خطار دكتور سليم أيضا في هذا الملف. مشاهدينا، يتابع الجيش السوري عملياته في تضييق الخناق على مسلحي تنظيم داعش في ريفي حماة وحمص الشرقيين، ويتقدم في بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي. فكيف يبدو المشهد الميداني في سوريا اليوم، وماذا عن خارطة التطورات العسكرية في هذا العرض لهبة الله بيطار؟ لا يشبه المشهد الميداني في سوريا اليوم ما كان عليه قبل أشهر قليلة. التغييرات متسارعة، لكنها لا تقتصر فقط على الميدان، بل تنسحب على المشهد السياسي أيضا. على الأرض تتسع رقعة المناطق التي يستعيد الجيش السوري وحلفائه السيطرة عليها على نحو يومي. القلمون الغربي والحدود اللبنانية السورية باتت آمنة تماما وخالية كليا من أي وجود مسلح بعد معركة وإن عدتم عدنا واتفاق نقل مسلحي داعش من جرود القلمون إلى دير الزور. وسط سوريا وتحديدا في ريفي حمص والسلمية الشرقيين يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية التي يضيق من خلالها الخناق على داعش في عقيربات. هنا تقدم الجيش في مناطق عدة واستعاد قرى وتلالا، منها قرية صلبة ورسم المزارع والقسط الشمالي والوسطاني والجنوبي والمكسر الشمالي والجنوبي، إضافة إلى استعادة منطقة شمال قرية منوخ. معركة البادية مستمرة أيضا، التقدم في هذه الجبهة باتجاه دير الزور. مسألة الوصول إلى دير الزور وفك حصارها باتت محسومة، والمعلومات تتحدث عن اقتراب الحسم. الجيش يواصل تقدمه في عمق البادية وسيطر على مساحات جديدة تجاوزت الحدود الإدارية لدير الزور من جهة السخنة، وبات على بعد نحو 60 كيلومترا عن المدينة. في جنوب سوريا حيث تمتد معارك البادية، يتقدم الجيش السوري قرب الحدود الأردنية. هنا تعاني المجموعات المسلحة من ضغوط اعترفت بها لتسليم مناطق سيطرتها للجيش السوري. الكشف عن هذه الضغوط تزامن مع تصريحات أردنية خلال الفترة الأخيرة يمكن وصفها بالإيجابية، منها حديث الملك الأردني من كندا عن أمله توسيع وقف إطلاق النار في سوريا لتمهيد الطريق من أجل إيجاد حل سياسي، وتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية حول العلاقات مع سوريا المرشحة لأخذ منحا إيجابي. هذه التطورات جميعها تسبق محادثات أستانا المقبلة التي قد تصل إلى رؤية تثبت مناطق خفض التوتر على الأرض، وربما توسعها لتشمل مناطق إضافية. دكتور سليم، حربة في دمشق، موضوع قربات، يعني كان في جملة لك في المداخلة السابقة تتعلق بالتواصل بين جبهة النصرة في إدلب
وبين داعش في قيربات. لديك معلومات أم هذا تحليل الذي كنت تتحدث فيه قبل قليل؟ أستاذ كمال، يعني لو أردنا رسم مشهد بانورامي باختصار شديد جدا عن معركة البادية من الحدود الأردنية إلى عقيربات إلى معدان إلى كباغب بكباجب بالحدود الإدارية لدير الزور، يمكن القول أن الجيش العربي السوري يحقق وتائر تقدم كبيرة جدا جدا، يعني سيطرة في الأيام الماضية حتى المرصد 170، المخفر 170 على الحدود الأردنية، والأهم أنه سيطر على أهم المنافذ التي كانت تعتبر بوابات ربما لآلاف المسلحين لدعم المجموعات الإرهابية في الجغرافيا السورية، وخاصة وادي محمود ومعبر أبو شرشوح. ويعني سيطر الجيش العربي السوري شرق هذا المعبر حوالي 40 كيلومتر، جل الحدود أصبحت مع الجيش العربي السوري، علما أنه يخوض معارك مركبة، أولا السيطرة على هذه المخافر والحدود وسط الهجمات المعاكسة التي تأتي إلى هذه اللحظة من الأراضي الأردنية والمناطق التي تسيطر عليها القوات الأمريكية في التنف، ووصولا إلى ما بعد السخنة باتجاه دير الزور. الحقيقة الجيش العربي السوري يعني يوم أمس والأيام الماضية حقق وتائر تقدم كبيرة جدا جدا، وربما تعطي مؤشرات ومبشرات على فتح سريع جدا لمعركة دير الزور، وخاصة عندما وصل إلى منطقة هريبشي ومنطقة كباجب وهي في الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، وأعتقد أنه لم يتبقى أمامه إلا خط دفاع ربما في الشولة. ويعني بالمفهوم العسكري والميداني أنا أعتقد أن معركة دير الزور الآن بدأت حقيقة، سواء بوتائر تقدم أو بمفاجآت يختزلها الجيش العربي السوري وبضربات نارية قاسمة لمجاميع دير الزور. هذا الأمر يتطابق أيضا مع ما يحصل في العقيربات، وخاصة تضييق الجيش العربي السوري على المنطقة التي يحاصر فيها تجميع داعش الأكبر والأخطر ربما خارج جغرافية الرقة ودير الزور، وخاصة بمجاميع كبيرة جدا بعد أن حقق الجيش العربي السوري وتائر تقدم وضغط وسيطرة على جبل البلعاس وحويسيس وجباب حمد وجنة العلباوي ووصولا إلى صلبة، وطهر اليوم تقريبا حوالي 9 نقاط. المهم أنه بدأ يضيق الخناق ويقطع أوصال المجاميع الإرهابية ووصل إلى مشارف عقيربات ب2 كيلومتر الآن. مجاميع داعش في تلك المنطقة الآن حقيقة محاصرة أمامها سيناريوين. سيناريوين داعش محاصرة في عقيربات. الأول بدأت تماما بدأت الآن يعني تظهر مؤشرات هذين السيناريوين. السيناريو الأول هو حقيقة حالة الذعر وربما الهلع التي تصيب مجاميع داعش والفرار من محيط عقيربات باتجاه مناطق أخرى، لكن إلى أين المفر؟ لذلك لا أستبعد أن يتكرر سيناريو الاستسلام والهزيمة التي حصلت في القلمون في تلة حلمية قارة. الأمر الثاني، هناك مساعي أيضا وهذه معلومات أيضا لما تبقى من مجاميع داعش في تلك المنطقة بالتواصل مع هيئة تحرير الشام في قاطع البادية وتحديدا ما يسمى جند الملاحم التابع لهيئة تحرير الشام، لمحاولة أيضا هناك يعني أصوات استغاثة لمحاولة نجدتهم وفتح معركة باتجاه طريق أسرية لتأمين خروج هذه المجاميع الإرهابية وفرارها إلى مناطق سيطرة تحرير الشام من منطقة وادي العزيب، وكلاهما الآن يفشل الآن. لذلك وضع داعش في تلك المنطقة في أسوأ حالاته، وأنا أعتقد أن المسألة مسألة أيام ربما ستنتهي بهزيمة مدوية لداعش وستلقي بظلالها ربما كمعركة القلمون وكهزيمة القلمون وأكثر أيضا على ما تبقى من داعش في الرقة وفي دير. يعني أنا سألتك يا دكتور سليم حول هذا الموضوع الآن سألتك حول هذا الموضوع، موضوع قيربات والتواصل مع ريف إدلب أو هيئة يعني جبهة النصرة، لأنه في مطالبات كانت خلال اليومين الماضيين من بعض أقطاب المعارضة وبعض قادة الفصائل بأن يكون هذا النوع من التعاون واضح تحت شعار فتح ممر لهذه المنطقة المحاصرة لعقيربات باتجاه مناطق التي يسيطر عليها هيئة تحرير الشام. دكتور خطار أبو دياب، في باريس هناك تغيرات تحدثنا عنها خلال هذا الملف في الموقف الدولي وفي الموقف الإقليمي، هذه التغيرات تظهر بين الحين والآخر أيضا في الميدان السوري. يعني على سبيل المثال قبل قليل عرضنا كيف يصل الجيش السوري إلى الحدود الأردنية، ترحب الأردن بذلك ودون أن يكون هناك ضغط سعودي على الحكومة الأردنية الذي كان موجود في السنوات الماضية في هذا السياق. أيضا فيما يتعلق ب ما طلبته السعودية من الهيئة العليا للتفاوض في السعودية وأصبح ليس سرا يعني، وهو رؤية جديدة للحل
في سوريا. طيب مثل هذه التغيرات أخيرا سوف تصل أو لابد أن تصل إلى تصور نهائي، ليس كذلك؟ يعني مما لا شك فيه أنه مقابل الحلف الحديدي الذي تمتع به النظام السوري والمؤلف من روسيا والصين وإيران وحزب الله والحلفاء، كان الحلف الآخر كرتوني. والولايات المتحدة الأمريكية سمحت منذ سبتمبر 2013، أي منذ 4 سنوات منذ صفقة الكيميائي، لروسيا بقيادة الوضع السوري تحت عينها الساهرة وفق مصالحها. هذه وجهة نظري. العربية السعودية أو تركيا، وتركيا مصالح أكبر ولا حدود أطول، كانت كل حركتها مقيدة تحت السقف الأمريكي. وحتى البعض يتصور أن قدرة الدول العربية في الخليج في الضغط على الأردن كبيرة، لكن من الواضح نتيجة عدم دعم الأردن اقتصاديا في الفترة الأخيرة انعكس ذلك على العلاقات بين هذه الأطراف، وأصبح البعض في الأردن يريد القول أنه يفكر أردنيا والأردن له مصالح مباشرة مع سوريا ومع العراق. كل هذا نعم ينعكس على الأرض، هناك ترتيبات معينة. والجانب الأمريكي الذي تكلم كثيرا عن البادية عاد وتخلى عن فصائل من المعارضة السورية كان يدعمها هناك. إذا نعم هناك تحولات عملية توحي بأن القدرة الروسية على إدارة الوضع في سوريا نجحت في إبرام تقاطعات كبيرة وحيدت قطر نتيجة الأزمة. هناك السعودية وحرب اليمن، وهناك أيضا التعاون الذي حصل بين موسكو والرياض في موضوع أسعار النفط. ومما لا شك فيه أن المفاوضات مع منصة موسكو ولو فشلت، لكن كان هناك بداية ما بين الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة القاهرة ومنصة موسكو. ربما تصريحات لودريان اليوم من أجل إعطاء طابع معين يساعد على استئناف المفاوضات لاحقا وفق أسس تسمح فعلا بإطلاق مسار الحل الفعلي في سوريا. طيب دكتور خطار، الكرد سيكونون بوابة تبدل التحالفات لدى الأطراف الإقليمية والمحلية أيضا في سوريا، خاصة أن الأطراف المشاركة والأطراف المعنية التركي السوري الإيراني والروسي بدرجة أقل متضررين من السياسة الأمريكية فيما يخص الكرد في سوريا. تعتقد أن هذا سوف يستدعي تبدلا واضحا في التحالفات تكون تركيا جزء منه؟ نعم، هناك تبدل في هذا الخصوص، ولكن في مشهد ما بعد تنظيم الدولة، مشهد ما بعد داعش، الورقة الكردية رقم صعب. ولماذا؟ لأن العلاقات إن كان لجماعة إربيل أو لجماعة وحدات الحماية حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا ليست منحصرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي أيضا مع روسيا، هي أيضا مع فرنسا، مع ألمانيا. ربما إسرائيل مهتمة بهذه الورقة الكردية داخل العراق. وكل هذا يوحي بأنه سيكون هناك اختبارات قوة حول المسألة الكردية، وسيكون من الصعب على واشنطن التخلي عن الأكراد كما حصل في القرن الماضي مع مصطفى كمال أتاتورك. المسألة الكردية ستكون المفتاح أما لإعادة توحيد هذه البلدان على أسس صحيحة، أما لإعادة تركيبها على أسس فيدرالية. تركيا تجد نفسها المتضرر الأكبر، تحاول الآن القفز من مجال إلى آخر لحماية مصالحها، وسنرى مع الوقت إذا كان أردوغان سينجح بما نجح فيه مصطفى كمال في القرن السابق. نعم. دكتور خطار أبو دياب، الخبير في المعهد الدولي للدراسات الجيوبوليتيك من باريس، شكرا جزيلا. دكتور سليم حربة، الخبير الاستراتيجي من دمشق، أشكرك جزيل الشكر. فاصل نفتح بعده الملف الثاني في المسائية. مجددا حياكم الله. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن الأمن الأمريكي يعتزم غدا إجراء تفتيش في القنصلية العامة بسان فرانسيسكو، بما في ذلك الشقق السكنية للموظفين. زخروفا عربت على موقع للخارجية الروسية عن احتجاج روسيا الشديد على إغلاق واشنطن مرافق دبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، مشددة على أنها تحفظ لنفسها إمكانية الرد. وأضافت زخروفا أن إغلاق المرافق الدبلوماسية الروسية انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويقوض التعاون بما في ذلك في القضايا الدولية الملحة.
وزير الخارجية سيرجي لافروف انتقد القرار الأمريكي متوعدا برد روسي قوي على هذه الإجراءات. تلقينا مذكرة دبلوماسية صريحة ليلة أمس ونحن ندرس ذلك وسوف نرد بمجرد الانتهاء من التحليل. أود أن أذكر أن إغلاق القنصلية في سان فرانسيسكو كان مصحوبا بطلب الإخلاء في غضون يومين. لقد منحنا الأمريكيين شهرا لتسوية عدد دبلوماسيهم في روسيا وفقا لعدد موظفين في الولايات المتحدة، ولكنهم طردوا 35 شخصا مع عائلاتهم في غضون يومين، والآن هم يجبروننا على إغلاق القنصلية خلال يومين. إلى مزيد من التصعيد تتجه العلاقات بين موسكو وواشنطن، علاقات ثنائية اتسمت بالتوتر منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الرئاسة حتى انحدرت إلى أدنى مستوياتها. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها أبلغت السلطات الروسية إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وملحقيات دبلوماسية روسية في واشنطن ونيويورك بحلول 2 أيلول سبتمبر الجاري. قرار يأتي بحسب الخارجية الأمريكية ردا على قرار الكرملين تقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا أواخر شهر تموز يوليو الماضي. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية شددت على أن الإجراءات الروسية لخفض البعثة الدبلوماسية الأمريكية غير مبررة وتضر بالعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل. موسكو أعلنت من جهتها أنها ستدرس بعناية الإجراءات الجديدة التي أعلنتها واشنطن، حيث أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أسفه لتصاعد التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الخطوة الأمريكية لها دلالة سياسية وموسكو لن تتأخر في التعبير عن رد فعلها المناسب. هذا القرار الأمريكي يختلف عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد روسيا في الأشهر الماضية، إذ اتخذه ترامب بشكل مباشر هذه المرة على خلاف قرار فرض عقوبات على روسيا الذي وصفه ترامب بالمعيب، ما ينذر بحسب محللين بتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أزمة تعد الأسوأ منذ انتهاء الحرب الباردة. وتدخل العلاقات الروسية الأمريكية أسوأ مراحلها منذ الحرب الباردة في ظل مساعي إدارة ترامب تجنب وصول علاقات البلدين حد القطيع، في ظل إصرار مسؤولين جمهوريين وديمقراطيين على التصعيد ضد موسكو. عشية انتهاء مهلة موسكو لواشنطن لخفض عدد دبلوماسيها، ردت الأخيرة بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو وممثليتين تجاريتين في واشنطن ونيويورك. الخارجية الأمريكية أعلنت أن الخطوة تستند إلى روحية تحقيق التوازي مع إجراءات روسيا، لكنها أشارت إلى الإبقاء على مرافق دبلوماسية أخرى لتجميد حالة الانحدار في العلاقات. وكانت لافتة إشارة مسؤول أمريكي رفيع إلى أن واشنطن لم تطرد الدبلوماسيين الروس العاملين في هذه المرافق وبإمكانهم الالتحاق بالمقرات الدبلوماسية الأخرى، فيما أكد البيت الأبيض أن قرار إغلاق الممثليات اتخذه الرئيس ترامب. خبراء في العلاقات الروسية الأمريكية يشيرون إلى أنها في أسوأ حال منذ مرحلة الحرب الباردة، ويبدو أن معسكر أعداء روسيا في واشنطن نجح في محاصرة الرئيس ترامب وتعطيل مساعيه لتطوير التعاون مع موسكو، فهو يجد نفسه محرجا عندما يتلاقى أقطاب بارزون في الحزب الجمهوري في عدائهم لروسيا مع مواقف الحزب الديمقراطي، مما يضطره لاتخاذ خطوات تبعد عنه شبهات التواطئ مع روسيا. رغم الأجواء المشحونة ضد موسكو، يلاحظ تجنب ترامب توجيه الانتقادات إلى الرئيس بوتين أو الكرملين في تصريحاته. وأيا كانت الإجراءات الأمريكية الأخيرة، تبدو إدارة ترامب حريصة على منع انزلاق العلاقة إلى القطيعة بين البلدين. ويتوقع أن تشهد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء وزيري خارجية البلدين، ولا يستبعد البعض لقاء الرئيس ترامب وبوتين. لمناقشة هذا الملف معنا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور إدمون غريب. دكتور غريب حياك الله بداية، ويبدو حالة من الهوس في موضوع روسيا، خطاب تحريضي داخل الولايات المتحدة يؤدي إلى تدهور العلاقات مع روسيا بهذا الشكل. نريد أن نعرف الخلفيات والأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة. تحياتي لك ولجمهورك الكريم، وكل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بدون شك أولا أن هناك عدة قضايا
لها علاقة بما يجري بالنسبة للعلاقات الأمريكية الروسية. جزء كبير منها خاصة في الآونة الأخيرة له علاقة كما تعلم وكما ذكر التقرير بالمحاولات قوى مؤثرة في الكونغرس الأمريكي، في مراكز الأبحاث، في وسائل الإعلام، ترى بأن العلاقة مع روسيا هي علاقة يجب أن تكون علاقة محدودة، لأن روسيا تشكل تهديداً للمصالح الأمريكية على المدى البعيد. هذا هو أحد الأبعاد. هناك أيضاً الاتهامات بالتواطؤ بين حملة الرئيس ترامب والقيادة الروسية لإنجاح الرئيس ترامب في الانتخابات، على الرغم من أن هذه أيضاً لا توجد حتى الآن أدلة مقنعة أو أي أدلة حتى الآن تثبت ذلك. وهناك هذه القوى التي تريد استغلال هذا الموضوع لإضعاف الرئيس ترامب ولتقييده فيما يتعلق بنواياه في تحسين العلاقات مع روسيا. لا. هذا بعد. البعد الآخر أيضا هو الخلافات الروسية الأمريكية حول ما يجري في أوروبا الشرقية. العديدين من المسؤولين الأمريكيين في الكونغرس في مراكز الإعلام يتهموا روسيا بأنها تهدد جيرانها في دول البلطيق في دول أوروبا الشرقية، أنها هي تدخلت في الشؤون الأوكرانية، ضمت شبه جزيرة القرم بالقوة، وأن هذا يثبت عدوانية الروس. هذا البعد أيضا موجود فيما يتعلق بالنسبة. نعم تفضل دكتور. غريب يعني الرئيس ترامب نفسه لا يبدو أنه منسجم مع هذه القرارات رغم أنه يوافق عليها. هل تعتقد أولا أن هذه القرارات موجهة لترامب كما هي موجهة لروسيا، أو موجهة لترامب عبر روسيا ربما؟ المسألة الأخرى، هل تعتقد أن ترامب مضطر لمسايرة هذا المناخ التحريضي ضد روسيا لإبعاد شبهة التورط معها في الانتخابات؟ فعلا هذه كلها نقاط أساسية. أعتقد أن نرى أولا بعض القوى السياسية تستغل هذه التهمة بالتواطؤ مع الروس، مع تواطؤ حملته الانتخابية، لتقييد الرئيس أو لوضع قيود حول أي مبادرات قد يتخذها لتحسين العلاقات مع روسيا. وهذا ما كان يأمل به ويعمل من أجله ووعد به خلال الحملة الانتخابية. وبالتالي فإن الرئيس ترامب عندما يقوم بالتصديق مثلا كما تصدق على العقوبات على روسيا كان مكرها وليس مخيرا في ذلك، وذلك لأنه يريد إبعاد التهمة، خاصة أن هناك كما تفضلت وذكرت أعداد كبيرة من الجمهوريين الذين لديهم رؤى سلبية، بعضهم لا يزال يعيش في حالة الحرب الباردة، وكان روسيا هي الاتحاد اليوم هي الاتحاد السوفيتي، وبالتالي فإن هذا الأمر موجود. الآخر هو القوى العقائدية، الليبراليين الجدد، المحافظين الجدد أيضا هم مؤثرين داخل الإدارة وفي الكونغرس وفي وسائل الإعلام، وهؤلاء لهم رؤية أيضا سلبية تجاه الروس، لأنهم يروا أن الروس، الصين، بعض الدول الأخرى الصاعدة تشكل تهديد للدور الأمريكي القيادي في العالم. نعم دكتور. وبالتالي نعم دكتور، هل باعتقادك يمكن أن ينسحب هذا التدهور في العلاقة بين واشنطن وموسكو على الملفات بعضها في حد أدنى من التفاهم بين البلدين، على سبيل المثال في سوريا كنموذج؟ طبعا بدون شك أن هناك حتى الآن على الأقل يبدو بأن هذه قد تكون إحدى النجاحات إلى حد ما. صحيح أنها هي ربما قد تكون علاقة تفادي الاصطدام أكثر مما هي علاقة تعامل، ولكن مثلا الاتفاق في جنوب سوريا والتنسيق بين البلدين لتفادي الاصطدام في الجو أو حتى إلى حد أقل على الأرض، خاصة بعد القصف الذي حدث على القوات السورية والموقف
الصلب الذي تبناه الروس في ذلك الوقت. أعتقد أنه أيضا القرار الذي اتخذه الرئيس بوقف الدعم لبعض قوى المعارضة السورية، هذه تؤشر على أنه على الأقل هناك حد أدنى من التفاهم. هذا إلى أي مدى يمكن الانطباق على مناطق أخرى، خاصة على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وفي بالقرب من دير الزور أو على الحدود العراقية السورية، خاصة أن في الإدارة الأمريكية ومن هنا يتفق الرئيس ترامب إلى حد ما مع المحافظين الجدد والليبراليين الجدد بأن هناك خطر هو العلاقة الدور الإيراني ورغبة إيران في فتح طريق كما يروا بين أوروبا، طريق بين بيروت، دمشق، بغداد، طهران إلى حد ما، وهذا يعتقدون بأنه يشكل خطرا وأن الولايات المتحدة يجب أن تقف وتتأخذ موقف لمنع هذا الموضوع. ولكن أيضا هناك تعقيدات أمام الإدارة الأمريكية، وبالتالي فأننا قد نرى الكثير من الأمور التي لم تكن متوقعة، مثل هذه المناوشات التي شاهدناها بين قوات معارضة سورية موالية لتركيا وقوات موالية للولايات المتحدة في قوات سوريا الديمقراطية في الشمال والشرق السوري. إذن هناك الكثير من التعقيدات. هناك أيضا مجالات كان يمكن التعاون فيها وحدث فيها تعاون على الأقل عندما وافق الروس على العقوبات على تركيا، وكما تحدث وزير الخارجية الروسي قبل أيام وقال مثلا بالنسبة لكوريا، هنا أتحدث أنه بالنسبة لكوريا الشمالية كان أن روسيا لا تريد أن ترى قوة نووية في شبه الجزيرة الكورية. ولكن اليوم مثلا سمعنا الرئيس أو قرأنا مقابلة مع الرئيس الروسي يقول فيها أن التهديد، أن سياسة التهديد والوعيد والمناورات العسكرية لن تحل المشاكل، والعقوبات لن تحل المشاكل مع كوريا، هذه ستؤدي إلى طريق مسدود، وأن الأزمة في كوريا هي على حافة هاوية وعلى الولايات المتحدة وحلفائها. دكتور موضوع متاعب الولايات المتحدة التي يمكن لتدهور علاقة مع روسيا أن تزيد منها، خاصة دكتور يعني سوء العلاقة مع تركيا على خلفية الكرد، سوء العلاقة مع دول خليجية على خلفية الموقف الأمريكي الذي أمسك العصا من الوسط أو ترك الأزمة تتفاعل دون أن يقوم بحلها بين السعودية وبعض الدول الخليجية وبين قطر من الجهة الأخرى، أيضا يعني فيما يتعلق بسوريا، إيران، هل تعتقد أن روسيا يمكن أن تجمع الحلفاء المتضررين من السياسة الولايات المتحدة الأمريكية لتشكل حلفة أو لتزيد حدة المتاعب، بمعنى أن الرد الروسي الذي يتحدث عنه المسؤولون الروس سيكون في الملفات وليس مباشرة بالرد بالمثل بطرد دبلوماسيين كما جرى؟ فعلا أعتقد أن هذا الملف قد وصل إلى طريق مسدود إلى حد ما، يعني ما لم تتدهور العلاقة أكثر بكثير. أعتقد أن ما سنراه الآن، هناك الكثير من المجالات التي يمكن للروس أن يلعبوا دورا فيها، ولكن أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الروس لا يزالوا غير راغبين في الدخول في مواجهة أو صدام مباشر مع الولايات المتحدة، ولكنهم أيضا هم يقوموا ببناء علاقات وثيقة مع أطراف مختلفة. هناك محاولات مثلا كما تفضلت وذكرت موضوع تركيا، هناك صحيح يعني هناك علاقات سلبية كانت بين تركيا وروسيا، ولكن إلى حد ما روسيا ستعمل وستستمر في العمل لإبعاد أو توسيع القوة بين تركيا والولايات المتحدة. هناك أيضا الموضوع الإيراني، بدون شك أن هناك مثلا بعض التباين في الرؤى حول بعض القضايا فيما يتعلق بسوريا مثلا أو داخل سوريا بين إيران وروسيا، ولكن أيضا الروس يريد بناء علاقات وثيقة مع إيران، ويعتقد بأن بروز إيران كلاعب مهم جدا بالنسبة لسياستهم الاستراتيجية الإقليمية، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. فيما يتعلق أيضا بعدد من القضايا الأخرى
فيما مثلا أفغانستان. الولايات المتحدة على الرغم من الاتهامات الأخيرة من بعض أعضاء الكونغرس لروسيا بأنها تتدخل في الشؤون الأفغانية وتساعد الطالبان وغير ذلك، إلا أن روسيا لا تزال تلعب دورا مساعدا بالسماح بإرسال إمدادات. هناك تعاون تقني في مجال التعاون الفضاء، مجال الفضاء والمراكب المركبات الفضائية بين الولايات المتحدة، هنا بحاجة إلى روسيا. يعني هناك بحاجة، الولايات المتحدة بحاجة لروسيا وروسيا بحاجة للولايات المتحدة، وأعتقد أن الطرفين يريدان العمل للمزيد أو على الأقل للبحث عن نوع من الانتراج، وإذا كان يمكن حدوث انتراج. ولكن إذا لم يحدث ذلك فإنني أتوقع أن رياح الحرب الباردة ستهب مجددا بقوة أكبر بكثير مما شاهدنا خلال السنوات الأخيرة. يعني بدقيقة واحدة دكتور إدمون غريب، بسبب الوقت، ما شاهدناه في هامبورغ، اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين، بعد ما جرى وتدهور العلاقة، هل تتوقع أن يتم تكرار مثل هذا اللقاء، أم أصبح الأمر صعبا؟ المثير أنه مثلا خلال اللقاء بين الرئيس ترامب ورئيس فنلندا الزائر قبل أيام قليلة، أو 4 أيام أو 5 أيام، سئل الرئيس عن العلاقة مع روسيا وقال أنه يأمل بتحسين العلاقات مع روسيا، أنه يعتقد أن تحسين العلاقات هو أمر مهم جدا وجيد جدا، وهو يعتقد أنه في النهاية سيكون هناك تحسن في العلاقات بين البلدين، وهو واثق من ذلك. وهذا يعني على الأقل أن احتمالات اللقاء مجددا ربما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة يبقى واردا. وأعتقد أن الكثير سيعتمد على نتائج التحقيق في الاتهامات لحملة ترامب ولروسيا بأنهما كانا متواطئان. ولذلك أعتقد أنه إذا طوي هذا الملف سنرى تغيير كبير في العلاقات بين البلدين. شكرا جزيلا لك دكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن، كنت معنا مباشرة من واشنطن. المسائية انتهت، في ختامها تذكير بعناوين ملفات هذه الليلة. تواصل فرنسي إيراني تركي قطري ومبادرة فرنسية جديدة بشأن الأزمة السورية وإردوغان في طهران بعد أيام. إحكام الطوق على داعش في رفاي حماة وحمص وإدلب في مركز الاهتمام الإقليمي وسط سباق على حسم مصيرها. التوتر الروسي الأمريكي يتصاعد، موسكو تتهم الكونغرس بتشجيع إغلاق قنصلياتها، ردود فعل أم تعبير عن عمق الخلاف. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.